اهلا مشاهدينا ومرحبا بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا ولسه متواصلين معاكم. بس حنمشي لمدينه ابو حمد وتكريم الكابتن مصطفى النجر. طه، علاقتك كيف بالرياضه؟ والله الرياضه دي علاقتي بيها صعبه شويه كده ومتوتره نوعا ما، لكن مع الشباب كده التمارين الخفيفه الخماسيات الحاجات اللي بتجري الدم ممكن الزول يكون عنده بها علاقه، لكن الكوره كون اقعد ممكن اطرد لنفسي، لكن يعني الدافوري في الحله الدافوري، لكن شفت المساله بتاعت التشجيع وهلال ومريخ وريال مدريد وغيره ما عندي، ما بقدر على الموضوع ده. نرجع لدافوري الحله. دافوري الحله بس الليل، لكن انا ما عندي اهلاوي وتشجيع، انا منتخب الوطني بس. تمام، طيب يلا نمشي ابو حمد تكريم مع كابتن مصطفى النجر، نشوف نرجع نتواصل. انا والدي احمد محمد النجر، واللي هو الوطن كلنا عارفينه، كان في يوم من الايام سكرتير نادي الهلال. الناس يمكن ما تدري الحكايه دي. في عهد عبد الله السماني، لو كلنا نعرف عبد الله السماني كان رئيس نادي الهلال، كان من والدي انا احمد محمد النجر الرباطاني سكرتير لنادي الهلال. وانا يعني انا بس اتمنى انه يعني انا دا اتكلم عن المباراه الاستقام اليوم، انه يعني اتمنى يعني انا بصراحه اتمنى تطلع تعادل. لكن برضو يعني يمكن التعادل في ناس كثيرين ما يحبوا انه الكوره تطلع تعادل ولو حتى باهداف، لكن نحن نقول حسب الكلام الرياضي اللي تعهد به انه اللي بيأدي اداء كويس هو يفوز. ومرات طبعا كلنا عارفين بتحصل، يمكن الفريق يأدي اداء كويس جدا جدا لكن تجي هجمه مرتده عليه ويخسر. اشكر جدا اسره نادي الهلال ابو حمد، باذن الله السنه الجايه والمرات الجايه نشوفهم في الدرجه الاولى، نشوفهم منافسين في الصعود للدوري الممتاز. وصل إلينا الهلال العاصمي، ونحن الحمد لله يعني شاكرين ومقدرين لجميع أنحاء ومواطني محلية أبو حمد. أحدثت هذه الزيارة صدى واسع في النفوس يعني، وصدى واسع وسط الرياضيين، وكانت يعني هي بمثابة يعني ترويح وترفيه، لأن هذه المنطقة هي منطقة يعني بتاعت التعدين والناس مشغولين بالمشاغل الحياتية والتعدين وكده، فهذه الزيارة كانت والله يعني هي ترويح حتى لنا نحن يعني في هذه المدينة. على بلدي
وحالات مهيلة حالات بلدي حالات مهيلة حالات بشيلة في قلبي حالات بشيلة في قلبي وشي الطنبور غنيلة حالات بلدي. كل الذين استقبلوا بعثة الهلال في اللفتة الروعة من أهالي أبو حمد شيبا وشبابا تقدموا إلى قدوم بعثة نادي الهلال والمقدم الكريم. هذه تظاهرة كبيرة جدا في محلية أبو حمد منذ اجتماع لجنة المسابقات وإعلان أن الهلال السوداني سيلاقي الاتحاد الشرطة أبو حمد. كانت هنالك تظاهرة رياضية كبرى في أبو حمد وقد أعد لها جميع أعيان محلية أبو حمد من عدة اجتماعات بذلك الحدث الفخيم الكبير الذي ترونه اليوم. ابتداء كل الشكر والتقدير لإنسان محلية مدينة أبو حمد وكل التقدير لأسرة الشرطة أبو حمد في أنه وضعوا علامة فارغة في تاريخ المنطقة بأنه الحدث ده هو انتقل من أنه هو 90 دقيقة مباراة في منافسة قومية لأنه هو حدث تاريخي رسم ملامح جديدة لمدينة أبو حمد بقومية التوجه بانفعال كل مكونات المجتمع في مدينة أبو حمد ب هذه الزيارة التاريخية وده برضو عكس قيمة كرة القدم وقيمة هذه الرياضة الشعبية في إن هي يعني تحدث اللحمة القومية والوطنية في مدينة عظيمة بعظمة إنسانها بعظمة اتحاد المحلي بعظمة مكوناتها في المجتمع المدني بعظمة إنسانها وتقدير وكرم الفياض اللي انعكس في استقباله. نفتكر إنه هو من حيث التنظيم من حيث الحشد التاريخي من حيث الترتيبات من حيث إعطاء نادي الحركة الوطنية قيمته وأصالته كان يعني استقبال تاريخي بيعكس عظمة وقدرة نادي الحركة الوطنية نادي الهلال بيعكس جماهيرته في هذه المدينة العظيمة. نحن حقيقة في كل الامتنان والتقدير لإنسان هذه المنطقة ولمكوناته ومؤسساته المدنية المختلفة بما فيها بقيادتها الاتحاد المحلي لمدينة أبو حمد ولكل مكونات الأندية الرياضية اللي كلها يعني لبست ثوب إنسان هذه المنطقة وقدموا الكرم الفياض للبعثة على مدار الأيام اللي كانت موجودة فيها بتمر بكل الشوارع. السيد زميلي إبراهيم المنة في أنه بتحس بأنه في حراك بيخص المدينة في حراك بيعبر عن شعبية نادي الهلال بيعبر عن قومية هذه المنافسة. وأنا أفتكر أنه الفعاليات اللي صاحبت يعني مرور نادي الهلال بهذه المدينة برضو بتأكد أنه يعني دي واحدة من مخرجات وأهداف تنظيم بطولة قومية زي بطولة كأس السودان. شرف كبير وتظاهرة رياضية كبيرة والجسر ومحبة هذه التظاهرة الرياضية بالنسبة لنا جسر ومحبة لكل الشعوب زي ما بقوله وعندي رسالة من هنا أرسلها إن شاء الله لكل بقية الفرق تحزو حزوها النادي الكبير للهلال والمرة الجاية المرة الجاية جينا المريخ ويجينا فرق الأهلي شندي وبيجينا هلال الكادوغلي وبيجينا كل الفرق الرياضية. وحقيقة نحن سعيدين بزيارة نادي الهلال لمدينة أبو حمد اللي هي يعني كانت يعني بمسابقة تحريك للمياه والبركة الراكضة في الرياضة أبو حمد وخلقت عيد يعني خلت نهر النيل كلها تتجه صوب مدينة أبو حمد بل والسودان عموم. فنحن سعيدين والله جدا جدا وبنفتكر دي ضربة بداية لصولات وجولات قادمة وإن شاء الله نستفيد من زيارة الهلال دي باعتبار إنه نحن نأسس لمؤتمر رياضي نناقش فوقه تطور وتقدم الكرة في أبو حمد. Thank you.
اخوانه وابناء عمومته جميع المعايش يعني لهم الشكر ايضا. ونحن جد سعداء اليوم بهذه الاحتفاليه منذ يوم الامس وتقديم العرض المرسال من فريق الهلال، وان شاء الله تعودوا مرات ومرات. وشمس سادوا طول الليل عشان الخير يا ابو خيرين، حلاة بلدي وحلاة ناس وحلاة طبيبة. هم يعني بذلوا جهد كبير في سنوات عدة يعني لحد ما وصلوا لمصاف الرياضة السودانية، وإن شاء الله كنا سفر حقيقة من السعادة الكبيرة جدا جدا موجود معهم لاشت ميغريت سيمت فاك في مشكو في داري. ونحن نشكر شديد جدا على الدعوة، نشكركم é um partilharmos as nossas ideias e conversarmos todos entre nós e partilharmos a comida que nos ofereceram. Em nome dos portugueses, muito obrigado por nos receberem da forma tão bonita como nos recebem. Muito obrigado. باسم البرتغاليين الموجودين هنا دا نشكركم كثيرا جدا جدا على الاستقبال الرائع، الاستقبال الجميل اللي وجدناه منكم والحفاوة بتاعت الاستقبال. حباب البجر في دمانا مدى الايام ولسه شباب، حباب البجر في دمانا مدى الايام ولسه شباب، حلاة البيت وتاريخنا حضارتنا بشيلة كتاب، حلاة البيت وتاريخنا حضارتنا بشيلة كتاب. شكرا لأهلي أبو حمد لتكريمه واللي صادف أهله. كمان من هنا احنا بنقول لكابتن مصطفى النجر اللي جاء من رحلة استشفاء في القاهرة، نقول له الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ربنا يمتعك بالصحة والعافية. اللهم أمين. عندنا بعد الفاصل دور الأفلام الوثائقية في تنمية البلدان والمجتمعات، حيكون معنا ضيف جميل داخل الاستوديو، خليكم قراب.